للمرة الأولى MBC بودكاست تقدم 1-2-3 عروس بيروت بودكاست. حابب أعترف لك شو قد بعض؟ قد بعض؟ لا لا مين مفروض ياخد وقت أكتر، أنا ولا هو؟ وطبعا بالنسبة لي ما كان السهل إني نقوم بالمشاهد هذه باللبنان. هني وقفوا التصوير وأنا كفيت أبكي. ما تبكيني هلا، خلاص بقى ما بدنا نقلب الجو. شو هالدراما؟ جايين ننبسط، جايين نضحك. بالمرة 65 سلمنا مع بعض. شو أكتر شي حبيت فيه لفارس الظاهر بتيابه؟ أكيد مش البدل. أنا ليلى ظاهر. أنا بالحياة إنه أنا كتير أصحاب مع حماد، كتير علاقتنا حلوة. ذكريات حلوة، ذكريات البيت القصر، إنه بيحكي عن العائلة. ما رح يحضروا العالم، رح يشوفوا المشهد يلي كلنا بكينا فيه. عن جد كان آخر يوم وحسينا عم نودع بعض، حسينا إنه في شي منا عم بيروح. يمكنكم مشاهدة والاستماع لعروس بيروت بودكاست على المنصات التالية من الأحد للجمعة.